محمد ثروت أيوة. انت مدير المدرسه ايوه المادي جدا الغير تربوي على الاطلاق أيوة. اللي مش مهتم لا بالعيال ولا بالموميز, هو مهتم بالمصاريف اللي هتدفع الفلوس تدفع خلصت الليله بتاعت قول لي انت عامه خبرتك مع فكره مدارس الولاد عامله ازاي؟ يعني انا بتكلم انه مش بس اجيال مختلفه قولي انا لا مش بطلع عشان عارفاه فمتخيله اللي بيدور في دماغه بس قولي يا محمد قولي لنا عامه علاقتك بالمدارس ازاي وانت طالب وانت ولي امر وانا طالب انا تبع المدرسه القديمه عموما اللي هي نصحى الساعه 7 الصبح بضرب الشمشك دي عارف بحبش اروح المدرسه بس لازم اروح الحاجه الثانيه ان هو كان التعليم القديم بتاعنا بقى اللي هو ما عملتش الواجب خمس حاجات عصيان على ايدك كده وبتاع بس كان بنحفظ كويس بنتعلم كويس ما اعرفش فكر برضو ايه كان انا عشان برضو التربيه الحديثه برضو ايه جديده عليا شويه بس بس حاسس ان العيال دلوقتي في رفاهيه ايوه ماشي طب مقارنه بالاجيال اللي فاتت طبعا وفي نقطه مهمه بتستفزني قوي يعني مش قادره ما اتكلمش اللانش بوكس برضو يعني ايه ده ماله كيس السندوتشات وواحده شمعدان في الكيس حلوة شكرا خلصت يعني ايه لانش بوكس وبست عصير وخلصت بجد بست عصير فعلا زي في ستات ايوه او قصب دي حاجه لا اوعى تقول انك كنت قصب وفله اوعى تقول انك بتقول كنت تاخد قصب المدرسه يا محمد لا مش قصب الراجل عم محمد اللي جنب المدرسه قبل ما اخش المدرسه اروح واخد العصير بتاع القصب بتاعي عشان يديني طاقه لا دلوقتي في دلوقتي في مصطلحات ما كانتش موجوده من 20 سنه أيوة. مش موجوده نهائي يعني هو الناس دلوقتي بتتعامل معاها لانها عادي هي ما كانتش عادي الفلاسك الفلاسك يا باشا الفلاسك ده تعبني انا نفسيا الفلاسك 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 ده المشهد ده انا كاتبه بايدي لانه بينرفزني جدا يعني مش عارف ايه الحاجه الوحشه في انها زمزميه احنا اتعلمناها كده عادي مفيش حاجه دي لو ازازه ميه عادي جدا بالظبط لا فلاسك ليه فلاسك لا اسمها زمزميه ولا اسمها ازازه ميه اسمها فلاسك بالظبط بقدره قادر تحولت لفلاسك واللي ما يقولش كده الميه هتتغير يبقى والسبلايز الميه بتتكلم انجليزي بقى فعلا لازم الفلاسك ولازم والسبلايز والسبلايز هي كرستين وبيتكتب على ظهر التانية عربي يمين انجليزي شمال وجلاد ايوه الجلاد البني ده كنا بنجيبه والاحمر والازرق احنا بنفسنا يعني السبلايز بتاعتكم كرستين والفجاله شكرا الفجاله الله ينور عليك الله ينور عليك دست الكشاكيل بتاعته خلصت خلصت دلوقتي بقى ورقه السبلايز اللي بتجيلك عشان الولاد ايه ده جردل كبير كده جردل كبير كده بروح بيه مش فاهم امال لما يروح الجامعه اجيب له ايه عربيه نقل مش الجامعه عربيه نقل تحسي انك بتجهزي بنتك او ابنك هو بصراحه انا عندي يعني مدرستنا ما فيهاش موضوع سبلايز العجيب ده بس انا شفتها على الفيسبوك السنه دي واحنا بنصور الفيلم كنت مركزه لقيت في بجد ناس حاطه السبلاي ليست على الفيسبوك عشان يعني تتناقش مع بقيه الناس يا جماعه ماركر الوان انا ما استخدمتش ماركر الالوان ده خالص في الجامعه لا وكان رفاهيه في الجامعه احنا عشان لا في يقول لك علب من عدد 6 علب مناديل ومش عارف وايبس ديتول ومش عارف ايه يعني ابتدوا على فكره تقدري تفصلي في الحاجات دي لا 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 والله كان جد فاكر ايه ربنا يفرحك لا انا هفيدك قوي بقى انا هفيدك جدا انت بقى بتقول لا ما تتحرجوش لا لا ما حدش يتحرج طبعا تفاصل جدا وبالمنطق يعني ازاي يعني لو شفنا كل الطلبات دي بيستخدموها امتى وبعدين الولد بيتحرج من ايه هو عارف هو خد ايه اصلا وشاله ايه منه واستخدم ايه ولا عارف اي حاجه ما عشان هو صغير وطفل بالظبط ما هو ليه الامر اللي بيسكت بقى هو اللي بيفضل يعمل كل الكلام ده معلش هو ليه طفل المطلوب منه هو اللي يجيب المناديل في المدرسه هما دافعين يعني فلوس كتير في المصاريف في المدارس دي فليه الطفل المطلوب منه يجيب تويلت بيبر ومناديل وديتو يعني ليه فانا اجيب 12 فرخ ليه قد كده مقدما ليه بقى 12 فرخ اللي هو الكبير ده بتاع هو ده بيبقى استخدام الطلبه والمدرسين الاثنين عشان انا كمدرسه مصرفش بقى انا مبسوط ان انت اصلا لا ده انا فيدك جدا دي منطقي بقى معلش منتج الفيلم بيتكلم عن خلفيته كمدير المدارس او مالك المدارس هما بيطلبوا للولاد والمدرسين طبعا طبعا
انا دلوقتي عندي ستاف مدرسين قد ايه محتاجين يكتبوا باقلام، قد ايه محتاجين ورق، قد ايه محتاجين يعملوا اكتيفيتي للطلبه. ايوه حضرتك، طب ما هو الاهالي بيزودوا المصاريف، ما يزودوا المصاريف، الناس بتدفع المصاريف والمدرسه بقى ده ناقص احنا اللي نجيب الكراسي. هو المفروض ده اصلا من الكوست بتاع تشغيل المدرسه بالظبط، بس انا بوفره بقى واروح واخده من ولي الامر مش انا، فده استغلال. عشان كده تقريبا ما كملتش في الحكايه دي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.